كتبدأ القصة سنة 1935 وبالضبط في واحد المدينة سميتها فيوتشان. هاد المدينة كانت معروفة بمختلف أنواع الكونغ فو وفيها بزاف ديال المدارس كيعلموهم. هذا إبمان واحد من المعلمين اللي كانوا معروفين في المدينة، إنسان خلوق ظريف وعزيز على كل شيء. صباح هو في دارو كيفطر مع عائلته بحال ديما، دخل عنده واحد الأستاذ سميتو لايزو. هاد لايزو يكون حتى هو عنده صال ديال الكونغ فو وجا لهنا باش يتحدى إبمان. صاحبنا في الأول رفض، ولكن ملي بقى لايزو كيلح عليه اضطر يوافق. دخلوا للدار، حط ليه قصة معاه، شربوا كاس ديال اتاي، ومن بعد ما داو جابوا في الهضرة وتعرفوا مزيان، سد إبمان الباب باش ما يشوفهم حد وبداو الكومبا. لايزو هجم هو الأول، بدا كيشير بالكروشيات الركل، ولكن إبمان طاكاهم ليه كاملين، جا فيه لاحو. وفي هاد الوقيته واحد سميتو لين كيحاول بالطائرة ديالو اللي وحلات ليه في الدار ديال إبمان، شاف هاد الشيء كامل، عطى إبمان لايزو قتلة ديال الكلاب، وغيبان بلي لايزو ما عندوش فرصة بمرة. شكرو حيت وافق يتحداه، طلب منه يخلي هاد الشيء بيناتهم باش ما يوسخش ليه السمعة ديالو كمدرب. إبمان وافق وعدو يخلي الهزيمة ديالو بيناتهم، ولكن داك اللي شاف هاد الشيء مع سلا وطال السوق عاودها للناس كاملين. الناس سمعوا هاد الشيء كاين منهم للتصدام، كاين اللي عارف إبمان شكيسوا. وفي العشية ولايزو في الصال ديالو، دخل واحد من التلاميذ اللي كيتدربوا عنده وسولو واش بصح غلبوا إبمان. لايزو سمع هاد الشيء تصدم، سول التلميذ ديالو شكون قالها ليه، قال لي سمعت لين جامع الناس في السوق كيقول لهم بلي شاف إبمان غلبك. من تما تحرك لايزو نيشان للسوق، وصل لقى لين مازال كيعاود للناس شنق عليه بغى يضربو. دخلوا الناس يفكوه والدعوة غترون. إبمان كان مع صاحبه في القهوة سمع الصداع خرج كيجري، لقى لايزو شانق على لين سولو اش واقع، قال لي هاد الولد تيقول للناس بلي غلبتيني في كومبا، وانا بغيتك تعاود لهم الحقيقة وتفهمهم بلي غير تيكذب. وصنطيح عندك السي لايزو. إبمان كان شخص ظريف وما عارف بلي لايزو كيعيش غير من التدريب، نفى داكشي اللي قال لين باش يخليه يترزق الله. ويلا غتفرتك الشغل، دخل واحد الضابط وسطهم بغى يتصور عليهم، بدا على الناس نتوما بقيتو كتحترموا حد، ديما مضاربين في حيلة ما كاينش القانون. حاول إبمان يهدنو ويشرح ليه بلي غير نقاش صغير جبد الفردين يشفيه. إبمان في هاد اللحظة سخط، عرف بلي الرطوبية ما غتجيب معاه حتى نتيجة، وهو يدير الحبو ديك تصطصط فركت ليه الفردي، وقال ليه يتحرك في حاله ولا غادي يخلي ضاربوه. مور هاد الشيء رجع جلس مع صاحبو شوف الدار، وغنعرفو بلي شو باغي يفتح مصنع ومحتاج لشريك يعاونو. إبمان كان مشغول بزاف وعاد زيد ما عندوش ميول للبيزنس، ولكن حيت شو صاحبو ما قدرش يردو بلاش، عطاه شي فلوس يبدا بيهم، وقال لهم اللي يخدم وتبدا تدخل العاقه يجيب لي الباي ديالو. سالاو الجلسه ديالهم، وإبمان خرج مع صاحبو الباب، دخل عنده واحد سميتو كايزي. هاد كايزي كان مولوع بالكونغ فو وديما كيحاول يبتكر شي اساليب، وكيجي عند إبمان يختبرهم. إبمان ما كانت يرد حتى واحد وكيدير لكل شي خاطره، خدا الحديقة ديالو بدا كيختبرو. وفي هاد اللحظة غيبان بلي مراتو ما عجبهاش هادشي حتى يخليه يهملها بزاف. النهار الاخر الاساتذه ديال الكونغ فو في المدارس ديالهم في حال ديما، غنشوف واحد وجه الشرع سميتو تشان دخل هو الرجال ديالو للمدينه، قصد اول مدرسه ديال الكونغ فو لقاه قدامه سول على المدرب. المدرب ديال المدرسه سمعو حساب اللي جاي يدرب عنده، ولكن تشان غيطلع حامل لواحد الفن جديد ديال القتال، وجا من الجنوب باش يتحدى المدربين ديال مدينه فيوتشان. المدرب كان مشغول مع التدريب، ولكن ما يقدرش يرفض التحدي حيت هادشي غادي يضر المدرسه ديالو ويخلي بزاف ديال التلاميذ يمشيو من عنده. داكشي علاش قبل التحدي تقابل مع تشان وبدات الكومبا. مع الدخل هجم المعلم على تشان، بدا عليه بالركيل الكروشيات، ولكن تشان طاكاهم ليه كاملين، جا فيه بركله وغيبان بلي حتى هو عنده ما يقول. المعلم ما تسرطاتش ليه، عاود هجم عليه مره اخرى، بدا كيشير عليه، ولكن تشان كان تيطاكي ليه الضربات ديالو كاملين، جا فيه للرجل عاود للوجه، بغا ينوض ضربو بركله، وفي الاخير شير عليه بكروشي طيحو. بهاد الشيء ربح التحدي. الاستاذ ديال المدرسه المجاوره ما تسرطاتش ليه، يجي واحد من الجنوب يطبقها عليهم، دخل كيجري جبد الحبيبه الطويله، تشان جبد سيف وكبتها معاه حتى هو. تشان من خلال القتال ديالو كيبان فيه معلم لكاع الاساليب. بدا الاستاذ كيشير بالرمح هو كيشير بالسيف، وإلا مشى شي واحد منهم حتى ساعه يدي ودنه في يده. تشان كان جاي لهنا على قبل التحدي، ولكن الاستاذ باغي يصفي عليه ديال بصح، الا خسر حتى هو غدمر السمعه ديالهم. كان كيضربو ضربات ديال باغي يصيفطو يسرح النعام في الاخر. قدر تشان يطاكيهم ليه كاملين، جا فيه للراس طيحو، شد ليه الرمح وحط ليه السيف عنقو. بهاد الشيء ربح التحدي. ما جات فين توصل العشيه حتى كان تشان غلب النص ديال اساتذه الكونغ فو اللي كاين في المدينه، وهو وصحابو في واحد المطعم كيفتاخروا بهاد الشيء اللي داروا، وتيقولوا بلي ولاو هما اقوى وحدين في المدينه. قال لهم مول المطعم بلي ما غيوليو هما الاقوى في المدينه حتى يغلبوا إبمان. سولو تشان شكون هذا، قال لهم مول المطعم سول اي واحد لقيته في الطريق غيديك لعندو. تشان كان الهدف ديالو يفتح مدرسه في المدينه، وباش يجيب عنده اكبر عدد ديال التلامذ كان خاصو يولي اقوى واحد، وداك الشيء علاش مع سمع بلي إبمان هو اللي حاكم جمع الناس ديال المدينه وقصدو يتحداه. وإبمان في دارو حتى دخل عليه، سولو اش كيدير هنا، قال لي بغيت نتحداك. رد عليه إبمان بلي كيرفض التحدي ديالو، وغيكون دار هادشي حيت واحد مراتو يبعد على المداب زاد ويدوز معاهم اكبر قدر ممكن من الوقت. شار ما تقبلش الهضره ديال إبمان رفض التحدي، وبدا كيهينو وكيقول لي بلي تيخاف من مراتو، شويه داز ليها حتى هي. هنا إبمان سخط، طلب من الضباط اللي كانوا تما والناس يخرجوا، سد الباب وبدا الكومبا مع تشان. تشان كان متحمس كيجيب بالقوه ديالو كامله، وإبمان في هاد الوقيته كان غير كيطاكيه، حتى اللحظه اللي بدا تشان كيهرس الاتات ديال الدار.
انت غتمشي فحالك وانا المدام تغربني هاد الشيء. اجي هنا هاك الفقيره تمك. شيرت شان على ابن طاكاج في بركله لاحو وبقى كل مره كيطاكي ليه كاع الضربات ديالو كيجي في الفقيره تمو. عطاه قتله ديال الكلاب. شان ما تسرطاتش ليه جبد الحبيبه الطويله. ابن ضرب عليه جبد الشطابه وبدا وعاو ثاني. فين ما كيشير شان بالسيف كيطاكي ابن بالشطابه وكيدير ليه ديك الرهق. هاك شد لقى اجي لهنا. انت تصر لي على المدام هاك الفقيره تمك. طيب ليه مسعوده بديك العصا ديال الشطابه وصيفطو بحالو. وهو خارج من تما سولوه الناس شكون ربح. قال لهم الضابط ضربو غير على وجهه ويعطيكم الاخبار. الناس من بعد هادشي اللي دار ايبمان فرحوا بزاف وكلشي بدا كيشكر واحد بالفضل ديالو ردوا الاعتبار. داز هاد البلان ديال تشان واللي معاه كملات المدينه حياتها بخير فحال شحال هادي حتى جات سنه 1937. فهاد الوقيته كانت وقعت الحادثه ديال ماركو بولو. هجموا اليابانيين على الشعب الصيني دمروا ليهم الممتلكات ديالهم قتلوا بزاف ديال الناس شردوا اسر وبسبب هادشي دخلوا الناس في اضطرابات وبدات المجاعه. وبطبيعه الحال هادشي غيوصل حتى ايبمان وعائلته اللي تحول من حياه الرفاهيه لانه عايش هو ومراته وولده في دار صغيره ولا كيضطر يخدم في المناجم باش يجيب لهم ما ياكلوا. وهو خدام تلاقى تما مع داك اللي كان كيجي عنده يختبره وكانوا حتى شي اساتذه اخرين ديال الكونغفو اللي ينعقل على الخير اللي كان كيدير فيه ايبمان. داكشي علاش كان تيعاملو مزيان تيقسم معاه الماكله ديالو. وواحد النهار هما خدامين فحال ديما جا عندهم مسؤول من الجيش الياباني وكان معاه حتى داك الضابط اللي كان هرس لي ايبمان الفردي وغيكونوا جاو لهنا باش ياخذوا شي وحدين عندهم مع الكونغفو يتحداو اليابانيين. في الاول حتى واحد ما بغى يمشي معاهم ولكن ملي قالوا لهم اللي غيمشي غياخذ كيلو ديال الرز بزاف وافقوا ومن بينهم كان لين. حاول ايبمان يمنعو يمشي قال ليه بلي هادشي غادي يدخلو في المشاكل ولكن لين كان حاقد على اليابانيين وباغي يمشي يحاول يغلب الجنرال ديالهم. وصلوا لتما لقاو داك تشان مقاتل مع واحد منهم. داك الياباني كان مدرب مزيان ولكن تشان كان واعر عليه. دار حبو تصطصط جابو في الارض بهادشي ربح الكومبا وخدا كيلو ديال الرز جائزه وتحرك. الجنرال معاه كان واعر عليهم دخلوا معاه ثلاثه من بينهم لين معاه بداو هجموا عليه وهنا غيبان لك راودهم بثلاثه. جوج منهم خافوا ولكن لين كان حاقد عليهم عاود هجم عليه حاول يضربو ولكن ما كان عنده حتى فرصه قدامه. طاك عليه الجنرال كاع الدقات اللي صيفط ليه جا فيه لاحو وملي دار باش يخرج من الحلبه ناض لين عاوتاني بغا يغفلو. هنا الجنرال سخط دار طاكي جا فيه بكود الوجع عاود بركلا سكت ليه الحجره وكيبان بلي محال يزيدها. سال النهار جاء ابمال دار ارتاح شويه والنهار الاخر نشوفوه عاوتاني في الخدمه. وهو دافع العربه ضرب على واحد البواط ديال الحديد شحال ولا تيقلب عليها. هزها دارها في جيبه وفي الوقيته ديال الغدا سول عليه الناس باش يعطيها ليه ولكن حتى واحد ما عاود شافو من النهار مشى مع الضابط. دازو خداو الغدا ديالهم جلسوا يقصيو وفي هاد الوقيته جا الضابط عاوتاني مع دوك اليابانيين باش ياخذوا وحدين اخرين يواجهوا داك الجنرال. والضابط كيحاول يقنعهم فحال ديما وقف عليه ابمان. سولو على لين ما ردش عليه وغيبان في وجهه بلي توتر بزاف. جمع هادوك اللي محتاج وهما غاديين بهم اضطر ابمان يمشي معاهم باش يعرف شنو وقع لين. وصل تما القرايزو اللي كان تحداه في البدايه القصه يلا غلب واحد عطاو كيلو ديال الرز ديالو ولكن في عوض ما يمشي عرض عليهم يواجه ثلاثه والا ربح ياخذ 3 كيلو. الجنرال وافق دخل معاه ثلاثه في الاول شد معاهم ولكن ما داش بزاف ديال الوقت حتى تقلبوا عليه. جاو فيه طيحوه ضربوا واحد الوجه عاودوا بركله لاحو. ديك الساعه ما بقاش قادر يوقف اضطر انه ينسحب ولكن قبل ما يخرج من البيصات جات فيه قرطاسه قتلاته وغيكون هذا العوار هو اللي تيرا فيه. الجنرال شاف هاد الشيء سخط دار في العوار حط عليه الفردي قال لي بلي هاد البلاصه مخصصه غير الفنون القتاليه وهاد الدوبلي لا عاود جبد شي سلاح غيفني الفقيره تمو. ايبمان شاف هاد الشيء اللي وقع الله يزول سخط زاد سخط من اللي عرف بلي حتى لين تقتل ومع سولهم شكون يبغي يدخل الكومبا الجايه. دار في الضابط حل ليه الباب دخل وغيبان باللي غترون. ما حط رجلو في البيصات قال لي مارو لي واحد 10 هنا. 10 انت مالك عطاهم ليه من جيبك؟ اراني يا سيدي واحد 10 هنا. دخلوا مع 10 للحلبه ما عطاهم الاشاره هجموا عليه وهنا غيبدا يبان لك بنادم كيتفرشخ. صاحبنا في كاع المواجهات اللي سبقوا ما كانش كيضرب ولكن هاد المره كيفرشخ. اللي جات فيه شي دقه ما كيعاودش يقع هاد الراس. هذا الشير عليه بركله شدها ليه بغى صاحبي يفكو جا فيه لاحو وبقى اللي وصل عنده كيدير ليه الشق مق الحريره. ورباط طاهر هاك شد لقى اجي انت. ما داش بزاف ديال الوقت خلى الطايح اكثر من نايد والنايد كيقول او مون ديو. صاحبنا صور خنشه ديال الروز في كومبا وحده هبط عنده الجنرال برجلو عطاه الروز قال لي صاحبنا ما جيتش على الروز. دار الجنرال عند الضابط يترجم ليه. الضابط خاف على ايبمان قال لي غير كيشكرك وهو خارج من تما سولو على سميتو قال له راجل مك. وعاوتاني الضابط قال له قال لك سميتو ايبمان باش يبعدوا على المشاكل. من بعد هاد الشيء رجع ايبمان لدارو عالجات ليه مراته الجراحي اللي في يديه والنهار الاخر غنشوفو داك التشان داير البراج في الطريق. معاه وصل عنده واحد الكاميو خرج ليه هو الرجال ديالو كريساوه وهذا الكاميو غيكون تابع للمصنع ديال شو صاحب ايبمان. وشوف المصنع ديالو اللي كان عطاه ايبمان الفلوس باش يبداه وقف عليه تشان وغيكون جا لهنا باش يبيع ليه السلعه اللي سرق ليه. وهذا تشان وجهه قصح من ركبته حاول شي يفهمو بلي الحركه واقفه وما عندوش الفلوس باش يشري ولكن تشان ما كيعرفش هذا الشيء. شدو الرجال ديالو بداو كيسلخو فيه وهما ملاهيين معاه. استغل ولدو الفرصه مشى كيجري قال هذا الشيء لايبمان. ايبمان سمع هذا الشيء شد بجريه لتما ولكن وصل لقاهم مشاو. سولهم شنو واقع عاود ليه شو لافير قال ليه بلي غاديين يعاودوا يرجعوا وطلب منه يعلمهم الكونغ فو باش يقدروا يدافعوا على راسهم. ايبمان في الاول كان رافض يدير هذا الشيء ولكن ملي شافهم غادي يتكرفصوا وافق والنهار الاخر بدا كيعلمهم. في الجهه الاخرى غيكون الجنرال ساخط حيت داز مده طويله وايبمان ما عاودش رجع. سول عليه الضابط قال لي ما عرفوش فين ساكن ولكن
هذاك الجنرال كان عارف غير تيكذب حيت خايف عليه. امر المساعد ديالو عطاه قتله ديال الكلاب وخلاه يديهم عنده. وإبمان تيلعب مع ولده في الحومه حتى وقف عليه هو داك العوار واحد جوج اخرين. العوار ضرب على مرات إبمان ضاخ، ولكن ربيني وبينكم حيت ما كاين لا قنبله لا والو رمضان هذا. العوار شافها بدا قاصدها، اين إبمان سخط جا فحبو ضرب ليه وجهو في الدروج غيبو. بغاو رجال اخرين يحميو عليه غيب حبهم حتى هما، وهز عائلته وعلق من تما حيت غير غادي يعرفوا هادشي اللي وقع غيقصدوه. النهار الاخر نشوفوا العوار كيسلخ الضابط وكيحاول يعرف منه فين مشى إبمان. قال لي الضابط بلي حتى هو شركوا معاهم، ولكن في الليله نشوفوه مخبى عنده في الدار وغيكون خبعوا تما حيت هي اخر بلاصه ممكن يقلبوا فيها. من بعد ايام عاود رجع تشال المصنع ديال الشوم، غير هاد المره العمال ما استسلموش ليه بسهوله. هجموا عليهم الرجال ديالو ياخذوا لهم الفلوس، بداو كيدافعوا على راسهم والدعوه غترون. العمال كانوا شدوا شويه من التدريب مع إبمان، ولكن ما كافيش باش يغلبوا تشان واللي معاه. قدر تشان يغمق عليهم، ضرب بزاف منهم، ولكن في هاد اللحظه غيدخل إبمان معه وصل بدا كيخلط كروشيات ركل اللي طاح في المقله كيتقلى. خلا ضربهم كاملين، شرك معهم حتى تشان وجرع عليهم من تما. ولكن في الليل هو في الدار جا عنده الضابط كيجري. قال لي بلي الجنرال ساق الخبار المدابزه ديال الصباح وعرفوا تيكون في المصنع، داكشي علاش من هنا للفوق ما خاصوش يبقى يمشي ليه. إبمان بطبيعه الحال ما غاديش يخلي الناس يعانيوا بسبابه، والجنود كيضربوا الخدامه ديال المصنع باش يقولوا لهم فين مخبي حتى وقف عليهم. العوار مع شافو جا فيه طيحوش بدل الفرديني يشفيه، ويلا غيتير يوقفوا الجنرال وغيكون باغي يبقى عايش باش يدرب الجيش ديالهم. ولكن إبمان رفض هذا الشيء وتحدى في قتال قدام الناس كاملين. هنا الجنرال تزمط حيت الا رفض فحيل على الهزيمه ديالو. قال ليه بلي وافق، خداو معاه متحركو وهو في السجن سنين نهار ديال الكومبا دخل عنده العوار وغيكون جا باش يهدو بلي الا ربح في النزال غيصفيها ليه. ولكن إبمان كان داخل عليها. جا النهار ديال الكومبا وإبمان والجنرال في الحلبة، غتكون المدينة كاملة مجموعة تشوف هاد الشي. بدات الكومبا، هجم عليه الجنرال وغيبان بلي مقادين في النيفو. بقاو ضربه فيا ضربه فيك، دخل إبمان شي دقات شوية، الجنرال تقلب عليه هزو ضربه مع الأرض، جا فيه الوجه وحتى كان غيلوحو برا وهو يرجع. جا فيه الرجل طاكة، عاودو للكرش وشدو ضربه مع الأرض، بدا كيدخل ليه في الكروشيات. وفي هاد الوقيتة يكون العوار حاط يدو على السلاح. جا في إبمان بركلة ضربه مع الحديدة وشدو، هادي تنفع هادي الضرب. عطاه قتلة ديال الكلاب، جا به راسو مع الحديدة غيبو، بهاد الشي ربح الكومبا. الناس ديال المدينة فرحوا بهاد الشي بزاف، ومن بينهم كانت حتى مراته وولده. ولكن هاد الفرحة ما غاداش تكمل حيت في هاد اللحظة غيتيري فيه العوار. بغا يعاود ونقز عليه الضابط حيد ليه الفردي تيرا فيه قتلو. الناس هجموا على العسكر صفوها ليهم، قدروا يهربوا إبمان وعائلته من المدينة. ومن هاد اللحظة بدات الثورة اللي سالت انسحاب الجيش الياباني سنة 1945 بلا حتى شي شروط. أما إبمان فمن بعد ما هرب انتقل للعيش في هونغ كونغ، وفي سنة 1949 فتح مدرسة لتعليم الكونغ فو، علم أجيال كثيرة اللي كان منهم بروسلي، وساهم في وصول الأسلوب ديالو للعالم كامل. وحتى لهنا غنكون وصلنا لنهاية القصة. إلى عجبتكم ما تنساوش لايك كومنت سبسكرايب وبارطاجي مع صحابك. هادي انستغرام ديالي، كان معكم يوسف، تلاقاو في فيديو الجاي. بيس.